دابا الاخوان احنا في التفوغات المركز غادي نتغداونا ان شاء الله كما كتشوفوا عندهم هنايا شويه ديال الفتاه وخطليت عندهم هنايا الطواجن ها هما الطواجن غادي تشوف الطواجن ها هما الطواجن ابو طول ميت حنا نروحو لقناه ديال تيغي المركز التفوغات انا جات نتغدى هنا لازم ندير شويه الفتاه كوتليت كلشي عقد فيها دابا الاخوان عندهم هنا واحد السوق سوق الحد في تافوغيل ندخلو نصورو شويه الا خلاونا الناس طبعا نزورو لو هاي تما غاسناش السوق لاني تيجي تافوغيل قناه السوق الحد انا حاد نصور شوي مرجينا انا طبعا هاي شويه عمي هو تشيش طحين ديال الشعير اللوز القرقاع السلام عليكم ايما شو سميت هذا؟ ازاغل وحتى حنا كنقولوا له ازاغل النبق ياك بالعربيه النبق النبق اللوز هذا هو النبق حنا بالريفين كنقولوا له ازاغل لا ازاغل هذا تمنال الله يلا داك أقشهم يغووين هزوي مندوجة المحلية عوان أقشهم أسكون زيد أسكون دير السوراكم خصينا عنا الهيليون أسكون يا مناس نقارن شي نسكون زي الهيليون أقشهم يمجرين اما لي بوعبو عندنا هنا هادو هادو كيتكالو هادو صح احنا ما كناكلوهمش هادو كبار بزاف زعما جن اثنين البربوش الببوش ياك وهادو كي كانت موسقا ثاني تسمازيخ النافيس ناس المادو المادو دابا هاد الصناعة ديالكم ياك الله يحفظك يوما شكرا الله يعاونكم انتم الاخوان هنايا مختلف في العشوب مالويزا فليو مينتا الزعتر الخزامة النوار ديال الهند كلشي قطاس ندير غير تماحنا توري الهندي اتوري ما كان هندي ثملا الهندي النوع الهندي اخي اش سميت هذا النوع الهندي هذا هندي وصافي هندي يعني شحال ماشي غير الظرفه ديالها صغيره توري مفاد عين سيد مامو خويا واش داكو شفتو لك قداش الصبر هذا ما كيكبرش ك كيلو شحال الكيلو 20 درهم كتعمل كتسوى 20 درهم الكيلو اش غادي ندير بها؟ خاصني نسقى هي ديال جنينات المهم كاين تما كان الناس ما نقدروش نصوروا الاخوان ها هما الاخوان البيض البيض ديال البيبي اللي مجرين وبا هو يتما مجرين وبا هو فينا الحياة معليش تري مجرين وبا هو يتما مشا سكوتينا ها؟ 3 دراهم 6 دور ويثنا
الله يعاون يما شكرا. شحال زويبه؟ ما يجيش النوع العشوبه خاصنا نتاي قيتها فوغات شو سميت هذا يما؟ سمازيخ نيس نيس سمازيخ أزير 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 هذا أزير سبحان الله أزير زيت مازيخ زيت أعرف إيه سأعرف قناة سينا قناة الخزة ما سأعرف خزة ما واحد إيه ياك ها يا وقر خبال شو تدري دقوا الحمد لله داك الشيء وداك الشيء هذا هو الفطر ها الكرم يا عم اعطاك اعطاك مخين غير ثمن شو من المنتوجة المحلية ديال تفوغلت؟ وقال لك شي جنزينة امشال ماشي كورينا امشال هذا انت كتسول وانا كنسول هاك اخويا لا هذاك 20 درهم اخويا ابو محمد وهذا شحال يوما هذا درهم 10 درهم هذا 5 درهم شوف شويه عرفني لا شويه لاقاش كوم يسبح لنا شي وين تزعما الديكور صغار فتوجات دابا التراث ديال اتيز ناسن اقشو ما يثمر تسيري تندفذن الاخوة هنا وقصت حاف مشي وقل اشي تعاون رجل النواع الى تقرن ثند دابا الاخوان هادي الصندرة كالك كيسابوها بسميتو بالحلفاء نبتة الحلفاء فما يسمح لنا من الباحين نتواجهن اخا واحد اختنا غادي دير درت لبسه الصحراوي غادي تطلع على الجمل ابو اختي ريمي ثمش بتشمثنا اقل اسعار صحراويا اتري خرغم يا تهز زمان اخا رغم انه صبحت علي نقص الجوم هاد خويا فيديو كمرسو بايد خصني نشكل ديال نشاس غير فوتو باش لو خايف ما الاتجاه بركان ان شاء الله غنقربها بركان زي بركان افاصيد يا مرشطه نشنو دابا الاخوان ان شاء الله الاتجاه غادي يكون البركان من البركان الصعيد عاوتاني
روخاي تما قنا تيغمان جانك زيا الماري كان قد بالي تسيي مودن زيا دوري مسيامي ولاتي تمشي مغسقان ديك زيري شي باغ تجيني ولا تجي انا نتسوس غير نصيب باي باي. المهم كنعتذر لكم الاخوان، كنت باغي نصور في سعيديه لداخل وفي الناظور، ولكن ستوكاج التليفون تعمر واضطريت نوقف التصوير. كنتمنى يعجب لكم الفيديو، والى اللقاء في فيديو جديد بحول الله. المهم ايثما روخا نخش دون كارون الفيديو الى عاد خصك تصور شويه سعيديه غادي اخر خصك تصور شويه عاوتاني حيت الناظور ساعه ما يستوكاج التليفون الا عاود يعذر وقت زين سبدا فيديو سيتيما اتغيري عجبكم فيديو و سيتما تبارطاجي فيديو كيما دوكار نفهم مع العائله نفهم باش معنا المشاهدات باش ماني القلات انه طنغا خطا باش نكتشف عاد لي مسلاين كيجن كاري في عاد ديسين حدا اصلا ان شاء الله نكتشف و قاكم رجا تغدني نجي فيديو ان شاء الله السيمين اللي كوان ان شاء الله ديري حيت انا ثويار بالضبط تنحيت انا يوخرف انا وضع جيني نكسيني فيديو واش جا شوم كيرا ما ندري هنا وتقاد يخشوم. السلام عليكم.